تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، أقيم حفل توقيع اتفاقية تمويل صادرات سعودية المنشأ لصالح الشركة القابضة للنفط والغاز، وذلك لتمويل مشاريع قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العمل المشترك بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية. وقد قام سعادة الدكتور ظافر الجلاهمة الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز بالإنابة بالتوقيع على اتفاقية التمويل، ووقعها عن جانب الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخصيري نائب الرئيس والعضو المنتدب بحضور معالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين، والدكتور عبد الرحمن العبيد نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد مجلس الغرف السعودي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز والصندوق السعودي للتنمية. هذا وأشار معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات المنضوية تحت مظلتها تسعى دائما إلى تحقيق الإنجازات والطموحات العالية لتطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، موضحا معاليه بأن الفترة الماضية شهدت جهودا حثيثة ومبادرات متعددة قامت بها الشركات النفطية التابعة للهيئة، أثمرت عن إنشاء العديد من المشاريع النفطية، والتي من ضمنها مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعد من أكبر المشاريع النفطية بسعة تقدر ب 358 ألف برميل بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي. اليوم نحتفل بتوقيع اتفاقية مع برنامج صادرات السعودي والشركة القابضة للنفط والغاز. مثل ما تعرفون عندنا كثير من المشاريع اليوم، منها توزيعة بابكو، عندنا أعمال كثيرة في التنقيب والاستكشاف، وهناك طبعا اتفاقيات خليجية لاعتبار المنتج الخليجي كمنتج محلي، وصندوق تنمية الصادرات السعودية يشجع المصانع والقطاع الخاص السعودي لتصدير منتجاته، ونحن نستفيد كثيرا من هذه المنتجات بسبب ارتفاع الجودة، تناسب الأسعار، وإضافة إلى يعني التسهيل من صندوق الصادرات. هناك الكثير من المصانع في السعودية اليوم تخدم مشاريعنا في البحرين، إضافة إلى استخدامنا القطاع الخاص في البحرين، فمكملين لبعض. ونحن نشكر طبعا الأشقاء في صندوق التنمية السعودي وبرنامج صادرات بالأخص لتشجيع المصانع والقطاع الخاص السعودي للدخول في مشاريعنا في البحرين. الكل مستفيد، ونحن نشكر أصحاب السعادة السفراء سفير مملكة البحرين في السعودية وسفير المملكة العربية السعودية في البحرين على تواجدهم معنا اليوم، وهذه إن شاء الله بداية آفاق أرحب في مجال قطاع النفطي.